أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد وبرنامج دردشة. ضيف حلقة الليلة دي فنان كبير قام ببطولة العديد والعديد من الأفلام السينمائية وجسد شخصيات مختلفة ومتباينة على خشبة المسرح وفي المسلسلات التلفزيونية. بيسعدنا يكون ضيفنا الفنان الكبير محمود ياسين. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير وطيبين. الفنان محمود ياسين، واحنا بنسترجع ذكريات يوم مجيد من ايامنا وانتصاراتنا، يوم 6 اكتوبر الموافق العاشر من رمضان واللي بيعيش في وجدان كل مصري، واكيد الفنان بيكون اكثر حساسيه وبيقدر يعبر عن هذا الموقف الجميل والنصر ده. والدليل على كده ان بعد 25 يوم فقط من انتصار اكتوبر حضرتك قمت ببطوله مسرحيه حدث في اكتوبر، وبعد كده لو قلنا ان كل الافلام السينمائيه اللي خلدت هذا النصر عددها 6 أفلام، حضرتك كنت فزت بنصيب الأسد في بطولة 3 أفلام منها، وهي الرصاصة لا تزال في جيبي والوفاء العظيم وبدور. ما فيش شك، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، إن الفنان فعلا بيبقى سريع الاستجابة، يعني لأنه طبعا هذا الحدث العظيم اللي عشناه كلنا كمواطنين مصريين بمشاعرنا ورغبة مننا أننا نشارك بشكل إيجابي في الأحداث قبل انتصار أكتوبر، كلنا كان نفسنا نبقى موجودين على الجبهة بشكل أو بآخر. وجودنا على الجبهة ممكن يكون من خلال الكلمة، من خلال الصورة. كلنا متعطشين شأن أي مواطن مصري أن يشارك في هذا العمل التاريخي العظيم. احنا كان من حسن حظنا في رصاصة لا تزال في جيبي أن آثار الحرب ما زالت في مواقعها، الحرب لسه الدخان موجود، العتاد، السلاح، خط بارليف ده اللي كان، يعني هم بيتصوروا أنه الحصن المنيع اللي لن يقهر وقهر وتم اختراقه، وعملية العبور العظيم، الإعجاز العسكري اللي تحدثت عنه كل المعاهد العسكرية فيما بعد، ده كان شيء رائع جدا. ومن حسن حظ هذا الفيلم انه كل ده كان قائم في مكانه في مواقعه، ما زال غبار المعارك موجود على آثار الجنود، على وشوش الجنود، واحنا دخلنا في وسطهم حقيقة يعني. وبعض القادة العسكريين كانوا بيساعدونا في الفيلم، كانوا بيطلبوا مننا ده وبيأمرونا اننا نصنعه. يعني ممكن اقول الفنان محمود ياسين وهو يؤدي دوره في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي حس فعلا من داخله ان هو ضابط ومقاتل في ميدان المعركة. انا كنت جندي، وفعلا يعني تجربة الرصاصة لا تزال في جيبي هي تجربة يعني من التجارب الواحد بيعتز بيها، لانها عيشته داخل هذا الانتصار العظيم. لو قلنا ان كل الافلام اللي جسدت حرب اكتوبر تمت في خلال تقريبا سنه من هذا الانتصار العظيم، بعد كل هذه السنين ما فاتت، لكن انا شايف حضرتك بتتكلم بحماس كبير جدا وبكل مشاعرك، وده يمكن اللي دفعك لعمل وانتاج فيلم جديد بعنوان 5 اكتوبر. بعد اكيد السنين دي كلها فيها نضج فني بالنسبه لشخصيه الفنان الكبير محمود ياسين، حاسس انك عايز تقدم ايه ما عملتوش في الافلام السابقه؟ ما هو احنا يعني زي حضرتك ما اشرتي، يعني تحركنا في البدايه كفنانين باستجابه سريعه، لكن النص المكتوب كان اقل سرعه، وكان دائما عذر من يكتبون ان الاحداث العظيمه في حياه الشعوب بتستغرق وقت. اكتوبر العظيم ماهوش بس العبور، وماهوش بس الوصول الى سيناء ورفع العلم على وتحطيم بارليف الى اخر الاثار العظيمه اللي تمت. الاثار العظيمه هناك دائما، يعني زي ما تقولي احداث فرعيه، قصص صغيره من الكل، من هذا الكل العظيم الرائع اللي يصعب على السينما ان تقدمه في فيلم. فكنا عايزين يعني حاولنا في الفترة الماضية أننا ننتقي قصص لتكون جزئية في هذا الحدث الكبير، بحيث يتم التعبير عنه من خلال عمل سينمائي.
لأنه تحقيق هذا الحدث الكبير هيصعب تحقيقه سينمائيا نظرا للتكاليف الضخمة، ونظرا لأنه الأشياء لم تعد في مواقعها كما كانت. فأنا اخترت موضوع هو أحد الحلقات، حلقة صغيرة. هو تأليف مين الفيلم ده يا ترى؟ والله هو كتبه يعني أحد كتاب السيناريو اللي مش مشهورين، يعني لأن هو أستاذ في الجامعة اسمه دكتور محمد محمود، وكاتب حول موضوع خاص جدا اللي هو كيف تم تسريب خطط. يعني هو قيل إنه بعد الحرب مباشرة وجد العدو الإسرائيلي مع بعض الشهداء المصريين في سيناء خرائط تم ترجمتها من العبرية إلى العربية. هذه الخرائط فيها رموز وشفرة عن مواقع خزانات النابالم والمضخات على منطقة القناة على طول الضفة الشرقية كاملا. كيف تم تسريب هذه الخرائط وهذه الرموز والعلامات الشفرية إلى الجيش المصري؟ هذا هو الفيلم. وبينتهي الفيلم بالحدث الأخير فيه في نهاية الفيلم بتحطيم مضخات النابالم التي كانت ستحيل القناة إلى جحيم من النيران يحول دون عبور أي قوات تحاول العبور. هذا سلاح جديد أضافوه سنة، ابتدوا التفكير فيه سنة 71، ومصر نجحت ليلة 5 أكتوبر أن تدمره وبشكل نهائي ليلة 6 أكتوبر. الحقيقة كمان بنقول يا ريت كل فنان في مصر يقدر يشارك في مثل هذا الفيلم ويكون بأجر رمزي أو يتنازل عن أجره، لأن ده زي ما حضرتك قلت تخليد لذكرى انتصار جميل. ما خبيش عليك أنا كنت ناوي على كده، يعني ما أنا برضو ما كنتش يعني ما افتكرش إن حد من زملائي الفنانين الكبار اللي كنت حلقق لهم، أو الشباب الجديد حتى اللي كنت حلقق لهم واللي ما زلت إن شاء الله ناوي أعمل ده، يعني كلهم مجرد إن الواحد هيقول لهم يعني ده فيلم كذا هم هيبقى عندهم الاستعداد للتغاضي عن الكثير فيما يتعلق بمسائل أجرهم. هذه حقيقة، يعني إحنا دي تجارب لينا عملناها قبل كده مش جديد على الفنان المصري حقيقي. يعني الفنان المصري لما بيكون أمام مسألة قومية ومسألة وطنية لا يتأخر، ومسألة الأجر دي بتيجي نمرة 10. يعني الفنان محمود ياسين يملك صوت معبر ومميز، وسبق وشاركت قبل كده في أمسية شعرية كرمت ابن هانئ تخليدا لذكرى شاعرنا الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي، وأيضا كان في اشتراك مع الفنانة وردة في أغنية وطنية وفي فيلم الرسالة. في فيلم الرسالة ما قلت الشعر، كنت تشرفت بإني قلت حجة الوداع للرسول عليه الصلاة والسلام وبعض الآيات القرآنية الكريمة. هذه كانت مشاركتي في الرسالة، وأحمد الله إنها كانت مشاركة جيدة يذكرها من شاهدوا الفيلم. كل هذه التجارب الناجحة سواء في التعليق على الأفلام أو بعض الآيات القرآنية أو الأمسيات الشعرية، ما فكرتش حضرتك أنك تخلد شعر أحمد شوقي وحافظ إبراهيم من خلال إلقائك المعبر الجميل اللي بيستجيب له الجمهور؟ والله ده أنا هقول لحضرتك، ده أنا عملت مع الأستاذ إبراهيم الصحن ومن إنتاج تلفزيوننا الكبير مسلسل عظيم عن أمير الشعراء أحمد شوقي، وأنا حزين، وهذه فرصة بشكر حضرتك عليها، أن هذا العمل لم تعد إذاعته للأسف الشديد، رغم قيمته الفنية والثقافية وقيمته الحضارية، لأنه عن أحمد شوقي أمير الشعراء بكل ما طاف به من أحداث من الثلاثينات وحتى وفاته. الفنان محمود ياسين بنشكرك جدا على هذا اللقاء وسعدنا بيك، والحقيقة هذا اللقاء كان ممتع وأثرنا فيه مجموعة من القضايا الهامة، وكل سنة وانت طيب بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وبتمنى نتقابل معاك دايما في أعمال فنية كبيرة تخلد مثل هذه الانتصارات العظيمة للشعب المصري. إن شاء الله يا رب، وأنا متشكر جدا، ويعني بتمنى زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي أن تتاح لي هذه الفرصة، وشكرا لحضرتك وشكرا للبرنامج والتلفزيون، وكل سنة وبلدنا وتلفزيوننا
وكلنا بخير وصحة وسلامة وتوفيق.